السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خلصنا اللوب هنحل مع بعض التاسك بتاعت النهاردة. التاسك بتاعت النهاردة سهلة خالص، في اننا هناخد من اليوزر انتجر نمبر وهنطبع 10 مرات. هنطبع 10 مرات ايه؟ الان في اي. طيب وايه هي الاي؟ احنا خلاص عرفنا ان الان دي قيمة هناخدها من اليوزر. طب والاي؟ هي ما بين الواحد والعشرة. الفورم اللي هنطبع بيها هي ال n في ال i بتساوي ال result. طيب عايزين نشوف الكلام ده في الكود بيتكتب ازاي. هنا اخدنا قيمة من اليوزر وحطناها في variable اسمه n، وهنا ال for loop بتلف على ال i اللي هي بتبدأ من 1 لحد 11. طيب احنا عرفنا فوق ان احنا عندنا الكود هيطبع 10 مرات. طيب ليه كاتبين هنا 11؟ لان ال 11 exclusive. الرينج عندنا بيبدأ من رقم بس آخر رقم مش بيبقى معانا، يعني احنا لو كتبنا من 1 لحد 10 فالعشرة مش هتبقى معانا، هيبقى عندنا من 1 لحد 9 بس، فآخر رقم عندنا في الرينج بيبقى اكسكلوزيف، فعشان كده احنا كتبنا هنا من 1 لحد 11. بعد كده هنطبع ال n كقيمة في ال i، والآي كل مرة هتتغير، الآي مرة بواحد ومرة باتنين لحد ما نوصل للعشرة، بتساوي الريزلت اللي هي الان في الآي. بعدين هنعمل سبميت للكود، وبكده نكون خلصنا day 5، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.